صلاح صور الله هذا اليوم عيد مبارك على جميع الأردنيين بانتخاب مجلس النواب الأردني. والحقيقة جئت إلى مدرسة سكينة الثانوية ووجدت كل النظام والترتيب والسهولة في اختيار الشخص المناسب في البرلمان حتى يستطيع أن يقدم الخدمات المطلوبة منه للمواطن الأردني. والله العملية كثير سهلة، ما تغلبناش، كل الإجراءات واضحة وصريحة يعني، وعارفين كيف ننتخب والإجراءات اللي لازم نتبعها.